يقول حي شوف البل وشوف الديار الخالية في مفاريع عليها من الوسم يرجوع في العرب غالي وفي الذود عجم غالي هجع قلبي من فرقة حداهم ما يروح. معك علي الجعيدي مالك هبل من خلقنا وإنا معها من خلقنا طال عمرك وتفتحت عيون على الدنيا وإنا مع دلبل. وش أقول لك في البل؟ البل البل هي العشق، هي طال عمرك اللي غناتنا وهي عزنا إلى جانا الضيفان نكرمهم من حليبها ومن لحمها. موقف حصل لي السنة اللي راحت من العام، كنت في برنامج من أحد القنوات الواقعية، جلست في البرنامج 3 شهور متواصلة ما فيه أي طلوع أو أني أروح أو أجي. عندي واحدة من النقاط اللي أنا أعشقها ومالكتني، غبت عنها 3 شهور وبعد ما انتهى البرنامج ورحت للبلة هي كانت في مضحاها وحاطة الروسها مع أماتها وناديتها باسمها من بين البل، مبعد من البل وهي مع البل، وناديتها باسمها والبل ترى تعرف راعيها وتعرف صوت راعيها، وانده لها باسمها وتظهر من جميع البل والتنصاني لين لو رقبتها علي. شعور والله ما اقدر اوصفه، شعور يحسك بالفرحة يطيرك من الأرض. من القصص الشهيرة في الدولة العربية كان أحد البدو اللي من سكان الرملة اللي ساكنين في الرملة، القبائل اللي في الرملة معروفين أن مقياضهم تحصله في النفود الرملة وحولها ولجل مشتى، راحوا شمال يم عرعر يم حايل يم الحدود الشمالية يرعون بها، مشتاهم شمال ومقايضهم جنوب. كان في شخص من كبار السن كانوا وعياله صغار، كان أكبر عياله حوالي يمكن 12 سنة وكان موتره جيب شاص من الجيوب القديمة، يعني يالله يمشيه على قد حاله. كانوا في الرملة وكانوا يتقضون ياخذون أغراضهم وزادهم وحوايجهم من الحساء. راح الشايب مع حدا عيالها الصغار عمره ما يقارب 12 سنة يم الحساء، راحوا يتبضعون ياخذون مقاضيهم يجلس لهم 2 3 علشان يكملون أغراضهم كاملة لأن صعبة رجوعهم، يجلسون هناك بالأشهر. بعد ما تقضى وحمل أموره وزاده وماه وبنزينه وجميع حوايجهم حتى قطع السيارات قطع الغيار ياخذون احتياطات، روحوا مشوا لحلالهم يوم ما عاد باقي إلا 40 كيلو على محلهم، يمشون بين ذشقة يقول عروق يمين ويسار يدلونها الأولين جيدين يدلون المواقع بدون ما جلان بدون البرامج الجديدة. يوم ما عاد 40 كيلو على موقعهم إلا وتعطل موترهم من الموديلات القديمة، نزل العود بقط الموتر شاف الموتر يبي فيه ما في حيلة ما اشتغل. المهم شاف الشايب قلب يديه ما يشي يسوي، قال ما له إلا يمشي إلين يوصل عزبتهم 40 كيلو من موقعه. قال ميد ولده خلك عند السيارة الماء والزاد والخير عندك، خلك وأنا بروح أوصل للمحل أبدور من يفزعنا من جيراننا ولا حد العيال. جلس الولد عنده الموزات وراح الشايب في وقت عصير مسيان على وقت مغيب الشمس وراح يمشي. مشى ليله كله ليله وليله وليله ويمشي لين باقي على هله 10 قطع 30 وباقي 10 كيلو، انهك العود على كبر سن ومشي ماشي مو بهين الا ان العود تعب شديد، صار بدل ما هو يمشي قام يحبي في الأرض من زود التعب وقوة التعب اللي جاه. يوم شاف انه استوى وقد الصبح بيطلع وباقي على هلا حول 5 كيلو
إلا أنه ما عاد قدر يكمل. قام وش سوى؟ من أول الأولين يتهجسون، لا بغى يشوف راس طويل عنده تشوفه يدنق في الأرض وتشوف، يدور أقرب طويل عنده. ويوم دنق وشاف إلى عنده عرق وهو بعيد منه، وراح الحبيلة راح قدها آخر نجده له، ما عاد له حيل هبت. ويحبي ويحبي ويروح ويرقى ذا العرق ويرقى ويصامد ويعاصر ويعاصر إلين وصل في رأس العرق عقب عنا وتعب قد الشمس ظاهرة. ولا طلعت الشمس معروف النبل البدوان تندر الصبح، تندر من بدري تروح الدور المفالي الدور المراعي. يوم طلعت الشمس والرجال قده في رأس الطويل وهو يوجه على وجهة محلهم على وجهة ابلهم، يوم وجه يلقط النسم، بعد ما لقط نسمه استرد النسم شوي فصاح بعلى صوت بعلى صوت، خلاص ما عاد حيله قد حيلته انه يرفع الصوت بعلى ما عنده. هلا يا هلا هاو هاو، صاح بعلى صوت عنده صوت يصدح. عياله وحرمته جالسين في خيمتهم ما خلقوا الا يوم البل اللي رفعت روسها وجهت شمال، وجهت بروسها شمال، حسوا ان البل فيها شيء. شويه يوم البل يوم قامت تسوق بعضها بعض وراحت هجيج، قاموا العيال يبون يردون الأمير ما في اليد حيلة. قامت العجوز إيش قالت؟ قالت البل هجيج هذا وراه سبب، والله إن أبوكم فيه شيء. روحت حد العيال قال روح لجارك الحق، خل اركب معه وروح الحق البل، خلكم مع البل والبل بدلكم. بعد ما راح حد العيال صاب جاره واستفزع به فزع معه الجار وشغلوا موترهم ومشوا وتبعوا البل. راحوا ما يقارب 5 كيلو، يوم قدهم متعدين 5 كيلو إلى ذا طرف البل وباقيها قدام، ولا فيها 4 من البل ذابة الطويل. البل ترى ما تذب العرق الطويل تهابه، لكن بقدرة قادر راحت البل ودروا إن مراحة فوق له سبب. راحوا وقربوا ونزلوا من سيارتهم ورقوا الطويل اللي هو جار الرجال ولده. يوم اعتلوا العرق لقوا 4 نياق لهي منزل رؤسهن على الرجال وعند راعيهن الشايب اللي هو مغمى عليه، ما عاد له حيلة أبد. قاموا خذوا من التمر وخذوا من الماء ويقعدون يمسحون على شوربه من الماء والتمر يذوقونه عشان بس يصحى. صحى العود وغسلوا وجهه وعطوهم شربة ماء وتوعى. قالوا وش علمك يا ولد؟ قال هذا اللي حصل، موتري خرب وولدي في الموتر واليوم يومكم فزعولي، وهذه من بركات البل. وهذا المعنى اللي يقولك ان البل تعرف راعيها حتى بالصوت، والبل تحس براعيها. البل عظمها من الله سبحانه وتعالى، سبحان من سخر بنادم للبل وسخر البل بنادم.